أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعده. الدنيا عرض زائل وممر للآخرة. يقول الله تبارك وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام إلى آخر الآية. نحن كنا تحدثنا عن أن الآخرة أمر جاء يعني قادم، وكثيرا من الناس يعني يكون إيمانهم بالآخرة كاذب وينسون أن الله مسير كل شيء، فينشغلون في الدنيا وينشغلون في أهل الدنيا فيخضعون لهم وينسون الآخرة. فالله تبارك وتعالى يعقب على ذكر ذلك بمثل يضربه لنا في هذه الحياة الدنيا وزينتها، يبين أن لها هدفا. لم يخلق الله الناس والبشرية والكون بدون هدف أبدا. الله حكيم، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الهدف هو أن ينشئ الله تبارك وتعالى بيئة صالحة للإنسان يختار فيها ما يشاء، أعطاه حرية الاختيار، فيختبره ويبتليه، فإما أن يكون عبدا لله يقوم بما خلق من أجله، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإما أن يكون عبدا لعبيد الله من الجمادات أو من الإنس أو من الجن. فيبين الله لنا في هذه الآية أن الحياة الدنيا ممر وأنها عرض زائل. إنما علماء النحو يسمونها كاف مكفوفة، إن تفيد التوكيد ويأتي بعدها اسمها وخبرها، أما إذا جاءت ما إنما تكفها عن العمل وتفيد الحصر. إنما الحياة الدنيا كماء، مثل ماء أنزلناه من السماء، السماء من العلو، كل ما علاك فهو سماك، فاختلط به نبات الأرض، اختلط الماء بالتراب وبالأرض وبما يعني خلق الله في هذه الأرض من كائنات حية وغير حية، في كائنات حية، في أشياء مثل الجرثومات أو الأسماك بالنبات شيء آخر، هذه تتغذى على شيء فتغير طبيعة التربة وتهيئ هذه الأشياء والمكونات في التربة ليمتصها النبات، فيخلق الله بها الثمار والنباتات وغيرها. لذلك هنا عبر: فاختلط به نبات الأرض. إذن نبات الأرض يختلط وينبت التراب، ما يختلط بالأرض وينبت من النباتات أشكالا وألوانا، ينبت المزروعات التي تخرج للناس القمح والشعير والذرة وإلى آخره، وتخرج الأشجار التي فيها الثمار التي يأكلها الإنسان ويتغذى بها، وتخرج الأعشاب التي تتغذى بها حيوانات الإنسان فيستفيد منها، والله قد سخرها له. الله سخر للإنسان الحيوانات، الإبل، البقر، الغنم، كذا إلى آخره. لم يسخر البشر للبشر كما هناك في دين محرف، دين الفساد في الأرض، دين اليهود. أقصد أن اليهود في كتبهم المقدسة في التلمود تقرؤون فيه أن الله
خلق اليهود وهم شعب الله المختار وبقية الناس حمير خلقوا لهم، لا، هم الحمير والمفسدون في الأرض، هم أسوأ من الحمير. ولكن ستدرك البشرية ذلك، وإن كان بعض الدول العظمى صاروا حمير لليهود وهم لا يدرون، أو يدرون ولكن يسيرون وراء مصالحهم ظنا منهم أنهم يلحسون العسل وينسون أن الليل والنهار قادم وسيقدمون على ربهم وتنتهي هذه الحياة الدنيا. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به تربة الأرض والنباتات فأخرجت لكم يا بني آدم أنواعا من الثمار والمزروعات التي تتغذون بها وتأكلوا وتتمتعون فيها، ومن الأعشاب التي يأكلها الناس الأنعام، مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها هذا وذاك وذاك عمر الأرض وصار فيها الأشجار المثمرة، وذاك عمر الأرض وصار فيها القمح والشعير، وذاك عمر الأرض وصار فيها الأقطان، كل شيء فيها، ظهرت النباتات وظهرت الأرض الخضراء الجميلة الكذا اللي فيها كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين من النباتات التي خلقها الله. أأنتم أنبتتم شجرتها؟ لا، الله، هذا من سائر الإنسان. مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أي قادرون على حصادها، خلاص جاء الموسم، بعد أيام أو أسابيع نقطف المشبوش ونأكله، نقطف التفاح ونأكله، نحصد القمح ونخرج القمح ونأكله، كل شيء حان قطافها، قادرين على قطافها، حتى لما بدي يحصدوها ما بقولوا إن شاء الله بكرة بنحصد نعمل، طيب، حتى ظنوا أنهم قادرون على حصادها. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، في الليل أو في النهار، جاءتها صاعقة أو جاء برد شديد، البرد الشديد بيحرق مثل ما بيحرق النار، فيبست هذه المزروعات والنباتات اللي ظن أهلها أنهم قادرون على حصادها وجذ ثمارها، يبست، لم يبق منها شيء، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأن لم توجد بالأمس، أصبحت الأوراق مصفرة ونازلة على الأرض وهي مهشمة، الأشجار مهشمة كأنها محترقة، والمزروعات كأنها محترقة سوداء، لا يوجد أي شيء يستفيد منه الإنسان أو الحيوان، كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات، كذلك مثل ذلك البيان في هذا المثل الذي أوضحناه لكم، نمثل لكم الأدلة لعلكم تتفكرون. ما هي هدف هذه الحياة التي خلقكم الله فيها؟ هكذا تعيشون وتنامون تأكلون وتشربون وتتلاسلون كالأنعام، انتهت المشكلة. ألهذا خلقتم فقط؟ ما في مانع كلوا واشربوا وتمتعوا بالطريقة التي رسمها الله تسعدوا، أما أن تأكلوا وتشربوا كالأنعام ولا تدرون لماذا خلقتم وماذا تعملون، وهل العمل الذي تعمله صحيح أو خطأ؟ كذلك مثل هذا البيان نفصل الآيات نبين لكم أيها الناس، كما بينا لكم مثل الحياة الدنيا في سرعة زوالها وانقطاع ملاذها بعد إقبالها واغترار الناس بها، كذلك نبين لكم حججنا وأدلتنا على أن الخالق هو الله، وأن المتصرف في الكون هو الله، وأن النظام الذي يرسله لكم الله هو نظام حق ومنهج صحيح، أما اتباع غيره فهو فاسد وباطل، الحجج واضحة في ذلك، ولكن كثيرا من الناس يجهلون. هذا هو الجهل، أن تجهل ربك وأن تجهل إلهك فتتوجه إلى ربوبية المخلوق. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذا المثل أيها الإخوة الذي ضربه الله لنا في هذه الآيات وفي هذه السورة من سورة يونس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هل هذا مثل واحد ضربه الله؟ لا،
ضرب لنا أمثلة كثيرة في القرآن نتذكر ونتعظ، وتلك الأمثال نضربها للناس. ففي سورة الكهف يقول ربنا سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. تفكر يا إنسان أن ما تأكله من النعم كلها تخرج من الأرض، كلها، والله أنبتكم من الأرض نباتا، خلق أبينا آدم من تراب وصوره ثم قال له كن آدم، ثم خلق من ضلعه حواء، ثم بث منهما رجالا كثيرا ونساء ونحن منهم، وبعد ذلك إلى التراب. خلق آدم من تراب مباشرة، وخلقنا من التراب بشكل غير مباشر. نتغذى من الحيوانات والحيوانات تتغذى من التراب، خلاياها تتكون من عنصر مادة التراب. نتغذى من النباتات والنباتات تتكون من عنصر التراب عندما ينزل عليه الماء من السماء. فاختلط به نبات الأرض والله أنبتكم من الأرض نباتا. أما تتفكرون أيها الناس، أما تتفكرون هذه الحقائق العلمية التي تدلك على أن الله بيده كل شيء، فتعود إلى الله وترجع إلى الله وتطيع الله فتسعد، تسعد في الدنيا والآخرة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. ولكن عندما يكذب أهل الأرض يقطع عنهم الله المطر، وربما سلط عليهم من يمطر عليهم المتفجرات، ويدعون الله فلا يستجيبون له، فلا يستجيب لهم، لأنهم مطعمهم حرام ومشربهم حرام، كما ذكر الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: مطعمه حرام ومشربه حرام، ثم يدعو الله فأنى يستجاب له. نسأل الله العافية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويضرب الله لنا مثلا في سورة الزمر أيضا نفس المثل حتى يذكرنا، يعني ما يتذكر بقراءة الآية مرة يتذكر بقراءة الآية في المعنى في آية أخرى في سورة أخرى. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الزمر: ألم ترى أن الله، ألم يأتي إلى سمعك ورؤيتك أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. انظر يا أخي، فسلكه، كل شيء بيد الله، كيف سلكه في الأرض؟ خلق الله طبقات في الأرض كتيمة لا ينفذ منها الماء، لو لم تكن كتيمة لنفذ الماء إلى جوف الأرض التي فيها نار فتبخر الماء ولم يوجد ينابيع. كتيمة يتجمع فيها المياه وتتصفى ثم تخرج من مكان ما، أو يحفر الإنسان لها فيخرجها. فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا، يجي الإنسان يسقي مزروعاته فتخرج النباتات، ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، أنواع وأشكال، قمح، شعير، جلبان إلى آخره، ثم يهيج مستوي، بيجي الحر مصفر وببس، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، خلاص انتهت مهمته، تحطم. إن في ذلك لذكرى، تذكر معرفة لله الخالق المتصرف. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، لأصحاب العقول السليمة. اللب، لب الشيء أصله، وأصل الإنسان عقله، شيل منه عقله مجنون إيش بساوي فيه؟ ضبطه بجنازير، إيش فرق عن الباقي؟ العقل راح، اللب راح. عندما كنت رئيس قسم في كلية الدراسات الإسلامية في الإحساء، جاءني رجل قال: أريد أن أعيد تسجيل بنتي، كانت عندكم في الجامعة، صار لها 4 سنين منقطعة. قلت له: ما بجوز نرجعها. قال: لا، في إلى عذر، كانت مجنونة في مستشفى المجانين، جبت لكم تقارير، جيب التقارير أنا شفيت وعادت إلى زوجها. شلون يا أخي دخلتها مستشفى المجانين؟ قال: جدا تذبح زوجها، صار انهزم منها تلحقه إلا بدها تذبحه. رجال حتى استطاعوا يمسكوها وطالعوا السكين من إيدها وربطوها بجنازير وأخذوها على مستشفى المجانين.
صار لهم 4 سنين بيعالجوها والحمد لله شفيت، عادت إلى أولادها وبيتها. ماذا نقص من هذه المرأة؟ اللب. فإذا كان اللب يعني العقل موجود في الدماغ ولكنه لا يفكر، صار مثل مجنون. إن في ذلك لذكرى تذكر لأولي الألباب. ديننا دين اللب دون العقل، أفلا تعقلون أفلا تبصرون. وقال سبحانه في آية أخرى في سورة الحديد: اعلموا، اعلموا علم يقيني، ما هو نظرية هيك فكرة مستحسنة، لا علم. اعلموا أنما، أيضا حصر، أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه الحياة الدنيا اللي الله خلقها لكم وموجود منكم فيها الأشياء التي يحتاجها الإنسان، ماذا يتصرف الإنسان فيها بشكل عام؟ اللعب واللهو، الزينة، أشياء يتزين بها ويتجمل ثيابه بمنظره ببيته بالآخرين. وتفاخر بينكم، أنا عندي بيت كبير فيلا، ولا ما قلت للناس عندي بيت كبير، بيني وبين حالي أظن حالي يعني صار عندي كل شيء وبنسى ربي. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، أنا عندي كذا مليون، أنا عندي نص مليون، أنا عندي عندي 10 أولاد، عندي 7، ما شاء الله زعيم. هذه الحياة الدنيا، ما هي مثل هذه الحياة الدنيا اللي عندك عندك عندك؟ بعدين ماذا يفيدك هذا الذي عندك عندما يأتي ملك الموت، عندما الفأران الليل والنهار بقطعوا الحبل؟ ماذا يفيد هذا عندك؟ العسل الموجود، السعادة، اللذة، إذا انقطع الحبل قبل ما تخرج منه وتطلع إلى الجنة لا يفيدك شيء. مثله كمثل غيث، الغيث المطر الجيد، أعجب، سمي غيث لأنه يغيث الناس، يعطيهم ما يحتاجون، لا كثرة ماء تتلف الزراعة ولا قليل جدا، لا غيث. كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار يا إخواني معناها الزراع هنا، مو الكفار اللي بكفروا بالله، لأن كفر في اللغة العربية والقرآن لسان عربي مبين، كفر بمعنى ستر. لماذا سمي الكافر الذي يكفر بالله كافر؟ لأنه ستر نعم الله. أنا وعبدي في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر غيري، أنا مرزقهم طيعوا غيره. النظام أعطاه 30,000 في الشهر، خلاص بضرب بيد النظام بقتل المسلمين، هذول المسلمين شو اسمه إرهابيين. أما النظام الذي يقتل كذا ما إرهاب، ما شاء الله أيادي ملائكية تنزل من السماء من طائراته على الأرض ويقره على ذلك المجرمون في الأرض، المجرمون ضد الإنسانية من الدول العظمى. نعم انقلبت الأمور. كمثل غيث أعجب الكفار، إذن المال والبنون والتفاخر والزينة مثل غيث أعجب الكفار، أي الزراع نباته. فالكافر سمي كافرا لأنه يستر نعم الله، يعلم أن كل شيء في الوجود من خلقه ورزقه والخيرات التي خلقها الله، خلق لكم ما في الأرض جميعا كلها من الله، فيكفر بنعم الله ولا يطيع الله ويطيع عبد الله. عبد الله المطلق هو واحد اسمه عبد الله، يعني العبيد المتسلطون في الأرض. كمثل غيث أعجب الكفار، أي زراع نباته ثم يهيج، يبدأ بقى بياخذ نهاية حياته، فتراه مصفرا، يبدأ مصفر ثم يكون حطاما، تحطم يبس، انتهت الحياة، دورة الحياة بالنسبة للإنسان، عيش زهوة شبابه وقوة، بعدين النبات شلون بصفر؟ ونحن كمان، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. قاربنا من 80، نقوم بصعوبة ونجلس بصعوبة،
ونرى ونبصر والحمد لله، ولكن لا ليس كالشباب اللي كنا نقمز على الأرض قمز لا. أيضا هذه الحياة الدنيا تمر، كالنباتات تصفر ثم يكون، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هاي الدنيا. أما فمن استقر على العسل اللي مثلا ضربت لكم إياه من حلقة سابقة أو قبلها، يلحس بالعسل ونسي يطلع ويخرج من هذه الشدة إلى طاعة الله، تركها وانشغل بالعكس، هذا في الآخرة عذاب شديد، سيصل إلى الله ويعذب عذابا شديدا. لماذا؟ قال له، بيقول له ربك ألم أزوجك؟ ألم أغنيك؟ ألم أطعمك؟ قل بلى يا ربي. لماذا عبدت غيري؟ ليش بطيع فلان ما بطيعني؟ فلان من شياطين الإنس، من الطواغيت، أو من شياطين الجن اللي بيهيئ لك الشهوات وتطيع تصير عبد للشهوات والأهواء والمال وتترك العبودية لله سبحانه وتعالى. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان لمن عاد إلى الله واستقام على أمره، فيسعد في الدنيا وفي الآخرة، يغفر له الله ما وقع منه من أخطاء، لأن الإنسان ما هو معصوم، بشر ضعيف يقع في المعاصي، فكل شيء يغفر إذا استغفرت ربك، إلا الشرك أن تطيع غير الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومغفرة من الله ورضوان، يرضى عنك الله إذا أطعته. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع بتمتع فيه. الليلة هي سهرنا سهرة كويسة وأكلنا وتمتعنا، طيب إجت الليلة ماذا؟ راحت هذيك الليلة، بقيت في الذاكرة وين اللذائذ والأكل والشرب؟ راح المعدة هضمت. الله خلق اللذة في الطعام من أجل أن يسرع الإنسان ويلتز ويعمل على أن يتناول ما يحتاجه الجسم لينمو. إن الإنسان يسعى إلى الزوجة ليلتز حتى ما يترك الزواج، حتى يأتي الأولاد، يلتز بالأولاد أيضا، المال والبنون زيادة، من أجل أن يقبل على تربيتهم وإصلاحهم. فإذا كان اعتزازه بالأولاد مشان عنده عزوة وعشيرة كبيرة بتسلط على الناس، هذا ليس عبدا لله، هذا أشرك الله بالله وليعز بالله تعالى. فالمشرك لا يعفى عنه وسيخلد في جهنم، أما المذنب قد يتعذب في النار ويخرجه الله إن شاء ومتى شاء. ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم بعد هذا البيان لزينة الحياة الدنيا، ربنا تبارك وتعالى يبين لنا أنه يدعو الناس إلى الخير، إلى السلامة، فإذا استقاموا على أمر الله سعدوا في الدنيا، وأيضا الأهم أنهم يسعدون في الآخرة. والله يدعو إلى دار السلام، يدعوكم أن تطيعوه من أجل أن تصلوا إلى دار السلام. ما هي دار السلام؟ الجنة. لماذا سماها الله دار السلام؟ بالناس الدنيا بقولوا سلام وسلم وأمن، وين الأمن؟ قد يكون الأمن هو الظلم، يقولون مجلس أمن، وينه مجلس أمن؟ القانون الدولي يمنع قصف الطيران والصواريخ والمدافع للمدنيين، وين مجلس الظلم؟ يسكت عن جرائم مخلوق يعمل لحساب اليهود. هل تظنون أن الناس لا يفهمون؟ لا يفهمون، ويعلمون أن هذا ليس أمنا، إنما هو ظلم. الذي يعلم ذلك، وكل الدنيا تعلم، ولا يوقف هذا الطغيان أو يعمل على استمراره، نمنع من شراء السلاح الذي نتخلص به من الطيران الذي يقصف المدنيين، نمنع. من يفعل ذلك لا يسعى إلى الأمن، إنما هو ظلم وكفر وعناد وإجرام ضد الإنسانية، مثل هذا الإنسان المنفذ لما يريدون ويشتهون. فالسلام الحقيقية في الآخرة، في الجنة، وفي الآخرة بشكل عام، لا، الكفار إلى جهنم.
أما المؤمنون يدعوهم الله إلى دار السلام لأنهم آمنوا بما أنزل الله واختاروا ما اختار الله لهم من منهج صحيح للحياة، ودعمه بالأدلة، ما عم بيجبرهم إجبار مثل الإرهابيين، يا بتطيعني يا بتنزل على الزنزانة وبتاكل قتل والتعذيب حتى تموت، أو بالرشاشات برشك إذا قلت الله أكبر. لا، هدول الإرهابيين يفعلون ذلك، أما الله يترك لك الحرية تختار طاعة الله اللي يوديك إلى دار السلام إلى الجنة. والله يدعو إلى دار السلام، سمى الجنة دار السلام. لماذا؟ يعني تسلم فيها من الآفات والنقائص والنكبات والعيوب، حتى اللذات مع النساء والزوجات ما في هناك لا حيض ولا في تغوط ولا في بول. الآن مع كبر السن الواحد بتبول كتير، أو إذا معه سكر بتبول كتير، إذا انحصر بالطق بدفع كل شيء بس يخلص. ولذلك ندبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نخرج من دورة المياه أن نقول الحمد لله الذي عافاني وأذهب عني الأذى. الإنسان في الدنيا ضعيف يا إخواني، هناك في الآخرة لا، يأكل ما لذ وما طاب، وما في تخروج ولا آخره، بالضايع بده يخرج، لا بالدر يعني اشتهي غيره بيأكل. عندهم من الحور العين الكثير، وعندهم من حور الدنيا، زوجته في الدنيا إذا كانت من أهل الجنة تكون معه في الآخرة من الحور العين، لا في حيض ولا في نفاس ولا في آفات ولا في مرض. إذا مرضت زوجته منزعج، روح بقى شوف له طبيب، وإذا كان في بلد ما بيعرفوا عربي بده يروح بقى يشوف واحد يترجم عربي، أو إذا مرض هو أخي ما بتعرف إيش فيه. لا، دار السلام ما فيها شيء، سلام، سلام من النقائص، سلام من العيوب، سلام من الآفات، سلام من الأمراض. والله يدعوك يا إنسان أن تؤمن به وتطيعه لتصل إلى دار السلام. دار السلام، الله يدعوكم إلى الجنة دار السلام، تسلمون فيها من الموت، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى بس، ووقاهم عذاب الجحيم. تسلم من النقائص، تسلم من كل شيء. وأيضا الشيء الأعظم، بذكركم بحاجة، الشيء بالشيء يذكر. في واحد من 35 سنة تقريبا أو أكثر قليلا، اجى شايف حاله خير، ايش بك اليوم عم تنطه؟ قال له سلم عليه الوزير وصافحني. ايه شرفنا، وزير سلم عليه حسب حاله صار الحاكم المطلق، انتفاش. هذا حال الإنسان في الدنيا. هل تتذكر عظمة الله والنعمة العظيمة عليك إذا سلم عليك ربك؟ وإذا أراك وجهه الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ألا تتذكر يا إنسان ذلك حتى تستقيم أمورك في أمورك في هذه الحياة الدنيا؟ تذكر أن الله في دار السلام يسلم عليك، وأن الملائكة تسلم عليك، ويسلم الناس في الجنة بعضهم على بعض. هذا السلام الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم. الله يهدي هداية توفيق وإيصال إلى دار السلام إلى الجنة بمعونته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت خطانا على الحق وعلى الطريق المستقيم حتى نصل إلى دار السلام، وننعم بالسعادة وبرضوان الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه ورضوان من الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان، مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.